هلا والله يا عيال، شلونكم؟ شو اخباركم؟ رمضان كريم عليكم ان شاء الله وعلى جميع المسلمين، يا رب الصحه والسلامه. جات لكم فيديو جديد وعن منصه ريبال اللي شرحت عنها بالفيديو السابق، وراح اترك لكم رابط منصه ريبال بالوصف اللي يحب يدخل عليها واللي مهتم بالتبادل وتبادل العملات الالكترونيه بداخل العراق. اوكي، بالحلقه السابقه سويت لكم شلون تدفع زين كاش وتستلم باير. اليوم راح نسوي العكس، راح ندفع باير او بيرفكت ونستلم زين كاش. اوكي، يعني مثلا احنا عندنا ارباح او عندنا دولار ونريد نحوله الى زين كاش على مود نسحبه نقد. اوكي، اللي مهتم بهيك الموضوع خلي يسوي لايك واشتراك ويلا نبدي. هاي الواجهه واجهه منصه ريبال، تدخل عليها وتروح على الملف الشخصي هنا وعلى لوحه القياده وتروح على جديد، هذا الاسهام الاثنين تضغط على جديد راح يطلع لك هاي الواجهه. اول شيء قائمه التبادل، اول خانه تطلع لك اللي الان مكتوب بها زين كاش عراق دينار، هاي انت اللي راح تدفعها. اوكي، واللي تحت المكتوب البنك العراقي الاول دينار عراقي، هذا اللي راح تستلمه انت. اوكي زين، هسه انا جاي ادفع، انا عندي باير، انا عندي باير بالدولار نقول، واريد استلم زين كاش. تنزل تحت خلي زين كاش، زين كاش العراق دينار، الدولار الواحد تدفع لهم دولار يحسبون لك اياه. مثلا اذا عندك 100 دولار تنحسب 152 الف يدفعون لك مكانها. اوكي، هذا سعر الصرف اليوم. زين، ايش قد عندي؟ انا مثلا عندي 50 باير، عندي 50 دولار، راح يدفعون لي 76 الف. اضغط على تبادل. اوكي اخوان، هاي الخطوة على مود شلون تصرفون اموالكم. هسه راح يجي اللي قال لي ارسال باير 50 واستلم زين كاش 76 الف، عنوان البريد الالكتروني اللي هو عنوانك اللي سجلت بيه. اوكي زين، محفظة زين كاش، هنا شو تخلي؟ تخلي رقمك اللي مسوى عليه محفظة زين كاش، تخلي رقمك اللي مسوى عليه محفظة زين كاش. انا راح اخلي رقمي، خليت رقمي. الان شو اسوي؟ اضغط على انا اتفق مع شروط الخدمة وانطي تبادل. زين، هسه شو يقول لي؟ يقول لي سعر الصرف 1 دولار، هاي المعلومات وعنوان البريد الالكتروني كذا، محفظه زين كاش. هسه يقول لي ادفع. مثل ما قلت لكم قبل، هذا رقم الطلب لازم تحفظونه. شوف هذا رقم الطلب، رقم لازم تحفظونه وتاخذين له سكرين شوت. اوكي، هسه ايش اسوي؟ شوفوا يا اخوان، بعد ما طلعت لي هاي الواجهه ايش اسوي؟ اضغط على يدفع او يدفع. الان حولنا على هاي الواجهه، يقول لي بما انك تدفع لنا 50 دولار بداخل باير، انت عندك بيتكوين، عندك تذر، عندك لايت كوين، انا عندي باير، اضغط على الباير واضغط مره ثانيه. الان اعطيك كونفيرم. الان يقول لي اخذ سكرين شوت لهذا الباركود، خاف يصير اي اشكال بالعمليه او الكود، اضغط عليه تو باي. الان انا عندي بس 30 سنت بالرصيد، اذا اضغط اتاكد راح يحول، اذا كان عندي 50 دولار راح يحول هي الريبال، اضغط عليه اتاكد، يقول ليس لديك اموال كافيه في حسابك، اذا عندي راح تحول لهم. ها يا اخوان، وراح يستقطعون من عندي وتنتظر فتره ساعه او ساعتين او لحد الاقصى 24 ساعه راح تحول لك بحسابك زين كاف، راح يتحول لك الدينار اللي هو 76 الف دينار. هذا كان مقطعنا لهذا اليوم وحلقتنا. اللي عنده اي استفسار خليه خلينا بالتعليقات، ولا تنسونا من اللايك والاشتراك. مع السلامه.